ألف سلامة عليك يا أخي. تبس لك الكلب. حاضر يا حسن الكلب. حسام. أبا. يا أخي. يا أخي. هذا كله بسبب الجوال، هذا الجوال حيضيعك ويجيب نهايتك. يا ابا انت تشوف فيه من الحين رجلي. سلامات، ايش اللي حصل؟ سلامات ايش حصل؟ قحصها الكلب. الله ما نفعل ذا الحين. العضه كبيره ضروري نسعفها المستشفى ضروري. لا 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 نعمل له معجون اسنان احسن. لا انا اقول لكم ما نفعل، يوقع عليه شويه صليط وبعدها يتنشف ويوقع تمام. لا 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 نعمل له يا معجون يا تنتور. نمنا لكم من بدي التوهول الفتاوي من اينه، وكل واحد يكتب لي دكتور هذا عضه كلب ممكن يوقع فيه داء الكلب. ها ضروري نسعفه. دامه داء الكلب. وش نعمل ذا الحين؟ نسعفه المستشفى ضروري ضروري. ايوه طيب شوفوا سياره انا حقي سياره. الله يا يلا قلت يا سعد جهزي فلوس عشان المستشفى. سبحان الله. كبت وكبت. الله مستعجل.